السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهارده بقى عندنا فيديو مميز جدا، فيديو بقى الأسبوع التاني، عايزين نعمل بقى تنشيط وندي حاجات بقى أو حاجات تكبر الطيور بتاعتنا بسرعة وتدينا أوزان. طيب النهارده هنعمل ايه؟ بس قبل بقى ما أقول لكم هنعمل ايه، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني إن شاء الله. بص دول كده اللي كان عمر يوم، بصوا اسم الله عليهم بقوا عاملين ازاي، بصوا عاملين ازاي. طيب انا عايزه احط لهم النهارده بقى وصفه سحريه جباره تانية، بس قلت قبل ما احط لهم الاكل انزلهم بقى من التبيته بتاعتهم دي شويه، خليهم يتمشوا على الارض ينشطوا عجمهم كده، وفي نفس الوقت احط لهم كالسيوم. طب هحط لهم ايه يا بنتي يا بطه؟ النهارده وصفه جباره، وصفه سهله ووصفه بسيطه، بس اعمليها في البيت زي ما انا بعملها. بصوا انا جبت الشعير، الشعير وطحنته وحطيته هنا على العلف، حطيت شعير على علف على قشر البيض، حتى قشر البيض اهو لسه عماله فتفت فيه، شعير على علف على قشر البيض على فول. عندك فول صويا حطي، عندك فول عادي، بس المهم انك انت تضربيه هنا في الكبه، بصوا حتى مكان الطحن. هتطحني الشعير عندك في البيت وتحطي وتطحني الفول عندك في البيت، الفول اللي انت بتاكليه دوت، والعلف عندك فول صويا باخير وبركه، ما عندكيش فول صويا مفيش مشكله، وتحطي معلقه نشا ومعلقه شطه. ليه يا بنتي يا بطه الشطه؟ قلنا عشان تعمل عمليه سحب جامد، يبقى النشا على الفول المطحون اللي انا طحناه عندي في البيت على الشعير على العلف على معلقه الشطه على معلقه النشا، وتحطيهم كده للطيور بتاعتك بالصلاه على النبي، هتلاقيهم احلى حاجه في الدنيا. دي وصفه بدايه الاسبوع التاني، اهو بدايه الاسبوع التاني اللي احنا هنعمل فيه تنشيط بقى، هنعمل تزويد للطيور بتاعتنا، هنزود بقى نسبه الـ الاكل بقى هنغير. طيب احنا هنستمر على كده؟ لا مش هنستمر كده، بس عندنا حاجات تانية هنحطها للطيور. الوصفه دي يا جماعه وصفه حلوه جدا تعمليها للطيور بتاعتك. العلف تحطي عليه الشعير، الشعير من الحاجات المهمه جدا من الطيور بتحبها، وفي نفس الوقت هو مغذي. تحطي على الشعير الفول، حطي فول صويا فول عادي براحتك الموجود، ما تكلفيش نفسك، تجيبي الفول المدشوش ده بس تحقنيه عندك في البيت في الكبة. على فكرة والله طحناه عندي اهو بالكبة بتاعتي في دي، ما تخافيش لا هتبوظلك الدنيا ولا حاجة. هتحطي قشر البيض عليهم مع معلقه الشطه مع معلقه النشا، ودي وصفه النهارده، وصفه سهله. كمان لما بتضربي عندك الشعير في البيت مع الفول الكيلو بيدي معاكي 2 و3 كيلو، وفي نفس الوقت ان مغذي للطيور بتاعتي. والاهم من كده انك انت لما بتطحني الحاجه، الحاجه بتحتفظ بكل قيمه الزيوت اللي فيها وكل حاجه، بدل ما تجيبي حاجه وتكون مخلوطه. الوصفه دي وصفه حلوه قوي، تحطيها للبط بتاعك الصغير ده او للكتاكيت، وده هيعمل تحويله جامده للطيور. هتقولي لي بقى ايه؟ بس على فكره قبل ما اكمل، اللي ما اشتركش في قناتي بقى ما ينسينيش وتشجعوني ان شاء الله بالصلاه على النبي كده. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي هايله قوي. في ناس بتقول ان الفول بيسد النفس عن الاكل، ابدا والله الفول مشجع جدا ومنشط ومغذي للطيور بتاعتك، ما تخافيش. الشعير من الحاجات الحلوة جدا للطيور بتاعتي، مغذية مغذية جدا. في نفس الوقت كمان معلقة النشا قلنا انها بتعمل تحويلة جامدة وبتغذي الطيور بتاعتي ومنشطة. قشر البيض ده او الكالسيوم، بس قشر البيض والكالسيوم ما اقولكوش معذرة يا جماعة، قشر البيض الشطة اللي خلتني كحيل قشر البيض من الكالسيوم الطبيعي، يبقى احنا بدل ما نرميه ادينا بنحطه لطيورنا، في نفس الوقت بيقويهم وبيغذيهم.
الشطة بتخلي الطيور بقى تاكل كتير وتسحب. طالما سحبت معايا يبقى انا طالما سحبت معايا يبقى هتاكل كتير وفي نفس الوقت هتكبر معايا بسرعة. وخلي بالكو ان الشطة من الحاجات برضو المغذية للطيور بتاعتي. الوصفة دي وصفة حلوة قوي. جيبي الشعير وحطي عليه الفول المطشوش، بس رجاء اطحنيهم في البيت، على حبة العلف، على معلقة النشا، على معلقة الشطة. والوصفة دي وصفة جبارة جبارة للطيور بتاعتك. دي ابتدينا بيها اليوم التامن. ايه رأيكم بقى بداية الأسبوع الجديد ولا ايه؟ كده دخلنا في أسبوع جديد، وبإذن الله الأسبوع ده هنعمل فيه وصفات تحول، وصفات تكبر طيورنا بسرعة. وهنعمل بقى اصل احنا ايه في اول اسبوع ما بنتكاش قوي على الكتاكيت. ليه؟ عشان هما لسه معدتهم ضعيفة. فاحنا بعد كده احنا بقى بندي بقى الحاجات المقوية، زي ما نحط مثلا الجنزبيل، نحط القرنفل، نحط الكركم، الحاجات دي كل يوم بنحط معلقه 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 كده مع العلف. طيب يا بت يا بطه، بعد ما حطينا معلقه معلقه كده وخلصنا الاسبوع الاولاني، ندخل بقى في الاسبوع الثاني. الفول بقى الحاجه اللي بتشيلك لحم بسرعه، الشعير من الحاجات الحلوه قوي اللي هي مفيده كمان للكبد ولكليه الطير، ومنشطه ومطهره بتطرد السموم من جسمهم. الشطة اللي هي بتزود وبتخلي الواحد، أهم حاجة كمان حبيبة قلبي إنك تحطي الحاجة اللي بتخلي الطير تتفتح نفسه على الأكل، بالك أنت بقى هي الشطة. الناس بص بيعملوا إيه؟ بيلعبوا إزاي؟ أنتوا إيه اللي بتعملوا؟ بيلعبوا ليه؟ ده وقت لعب، ده وقت أكل. عايزة أقول لكم، بصوا إيه رأيكم في البطة؟ دي كانت كتكوتة طالعة من البيضة. بصوا ده بط رمضان، بصوا الكتاكيت دي كتاكيت ولا بقت فراخ؟ بص اهي اهي، انا لا بنقي ولا بمسك ولا بجري ورا حاجه ولا حاجه. بصوا، واهم حاجه تكوني مشبعه الطيور بتاعتك على طول، اوعي تسيبيهم جعانين. انا باستمرار حتى والله بطلع الساعه 1 بالليل، الساعه 12 بالليل، الساعه 2 لو انا اتاخرت ما حسيت ان ما قدمهمش اكل بحط اكل. بس الحاجه الوحيده اللي بقللها نسبه الميه في الشتاء. ليه؟ عشان ما يبلبطوش، وفي نفس الوقت هما كده كده بيشربوش ميه كتير في الشتاء. زائد بقى اهم حاجه انك تحطي في الميه الليمون، اوعي تنسي الليمون. الليمون من الحاجات المغذيه جدا للطيور، وفي نفس الوقت مضاد حيوي. قشر الليمون مغذي جدا للطيور يا جماعه. انا بضرب القشر كله في الخلاط وما بصفيش، اضربيهم جامد وقومي حاطه. الفتافيت دي هم بينقروها، دي مغذيه جدا للطيور بتاعتك. ايه رايكم بقى في الوصفه الهايله دي؟ تابعوني في وصفاتي الجايه، هوريكم حاجات كتير، وصفات هايله جدا هتعجبكم، وكمان مغذيه جدا للطيور ومن غير ما تتكلفي حاجه. انا ليه طحنت الشعير عندي؟ الشعير لما بتطحني الكيلو بيضرب معاكي 2 كيلو، جربي كده ووزني. والفول لما بتطحنيه عندك في البيت بتحتفظي بالقيمه بتاعته، بدل ما تروحي تشتري حاجه وتكون مدغشوشه بيغشوا فيها يحطوا فيها حاجات تانية. انا عايزه الحاجه بكميتها مش مخلوطة، أبقى في نفس الوقت مطمنة إن أنا حتى حاجات مظبوطة. أتمنى بقى يكون الوصفة بتاعتي بتعجبكم، وتشتركوا في قناتي وتشجعوني إن شاء الله، وأسيبكم في رعاية الله وأمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.